السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان مراجعة عامة الجزء الرابع. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الدرس أولا حل مسائل على تحليل النسب المئوية للأعداد، ثانيا حل مسائل على الربط بين النسبة المئوية والتناسب، ثالثا حل مسائل على تمثيل واستعمال المعادلة المئوية، رابعا حل مسائل على التغير المئوي والنسبة المئوية للخطأ، خامسا حل مسائل على هامش الربح والحسم، سادسا حل مسائل على الفائدة البسيطة. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في هذه الرحلة الجميلة في المراجعة للوحدة الثالثة بعنوان تحليل وحل مسائل النسبة المئوية في صفحة 168. سوف نتعرض إلى الموضوعات: الدرس الأول من الوحدة الثالثة تحليل النسب المئوية للأعداد، أيضا في نفس الصفحة الدرس الثاني من الوحدة الثالثة الربط بين النسبة المئوية والتناسب، كذلك في صفحة 169 سوف نراجع الدرس الثالث من الوحدة الثالثة بعنوان تمثيل واستعمال المعادلة المئوية، أيضا الدرس الرابع من نفس الوحدة الثالثة حل مسائل التغير المئوي والنسبة المئوية للخطأ. أما في الصفحة 170 فسيكون لدينا الدرس الخامس من هذه الوحدة حل مسائل هامش الربح والحسم، كذلك أيضا الدرس السادس من هذه الوحدة حل مسائل الفائدة البسيطة. اسمحوا لي أن نبدأ رحلتنا هذا اليوم في المحطة الأولى، الدرس الأول تحليل النسب المئوية للأعداد. تذكر عزيزي الطالب أنه يمكنك استعمال نسب متكافئة لإيجاد النسبة المئوية لعدد ما، وجميعنا نعلم أن النسبة المئوية هي نسبة تقارن الجزء بالكل، الحد الثاني في هذه النسبة دائما العدد 100. إليكم هذا التدريب: أوجد 0.8% من العدد 1046. قبل أن نبدأ بالحل سأسأل الأسئلة التالية: السؤال الأول، ما النسبة المئوية في هذا السؤال؟ أحسنتم، إنها 0.8%. السؤال الثاني، هل هذه النسبة المئوية أكبر أم أصغر من 1%؟ رائع، إنها أصغر من 1%. الآن دوركم يا أبطال، أوقف الفيديو عزيز الطالب وقم بحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك معنا. شكرا لكم للمحاولة. تذكروا يا أعزاء أننا نقوم بكتابة تناسب لإيجاد النسبة 0.8% من العدد 1046 لنحصل على 0.8/100 equal x/1046. وكما تعلمنا لإيجاد قيمة x نقوم بحل هذا التناسب، ويكون ذلك بأن نضرب طرفي التناسب في العدد 1046 في البسط و 1046 في المقام، يمكن اختصارهما لتصبح x equal الآن الكسر الاعتيادي 0.8/100 يمكن تحويله إلى كسر عشري ليصبح 0.008 × 1046، إذن x تساوي 8.368. نبقى في نفس المحطة الأولى لكن بتدريب جديد، أوجد 160% من 98. قبل أن نبدأ بالحل سأسأل بعض الأسئلة: ما النسبة المئوية في هذا السؤال؟ رائع، إنها 160%. هل هذه النسبة المئوية أكبر أم أصغر من 100%؟ رائع، إنها أكبر من 100%. دوركم يا أعزاء، أوقف الفيديو وقم بحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك معنا. أهلا بكم مجددا، كما قلنا نقوم بكتابة التناسب وهو 160/100 equal x/98. أيضا لإيجاد قيمة x نقوم بحل هذا التناسب ليصبح 160/100 equal x/98. نقوم بضرب طرفي التناسب في العدد 98، يمكننا الاختصار 98 في البسط 98 في المقام، نحصل على x equal، لكن تذكر أن الكسر الاعتيادي 160/100 يمكن كتابته بصورة كسر عشري ليصبح 1.6 × 98. إذن x تساوي بعد إجراء عملية الضرب 156.8. أما الآن فأنتقل بكم إلى المحطة الثانية في رحلتنا لهذا اليوم، الدرس الثاني من الوحدة الثالثة الربط بين النسبة المئوية والتناسب. تعلم عزيز الطالب أنه يمكنك استعمال علاقات التناسب لحل أنواع مختلفة من مسائل النسبة المئوية، كذلك تعلم أنه يوجد لدينا ثلاث قيم في مسألة النسبة المئوية وهي النسبة المئوية والجزء والكل.
وإذا كنت تعرف اثنتين من هذه القيم يمكنك إيجاد القيمة الثالثة من خلال كتابة تناسب. تذكر أن النسبة المئوية تساوي الجزء على الكل. وكذلك أيضا لابد أن تتذكر عزيز الطالب أن النسبة المئوية هي كسر اعتيادي مقامه 100، عند كتابتها بصورة كسر اعتيادي تصبح P over 100. إليكم هذا التدريب. أودع يوسف 40 قطر ريال في حساب توفيره في شهر مارس و 175% من هذا المبلغ في شهر إبريل. ما المبلغ الذي أودعه يوسف في حساب التوفير في شهر إبريل؟ إليكم بعض الأسئلة لفهم معطيات السؤال قبل أن نقوم بالحل. كم المبلغ الذي أودعه يوسف في شهر مارس؟ رائع، 40 قطر ريال. أيضا ماذا يمثل هذا العدد من قيم مسألة النسبة المئوية؟ أحسنتم، إنه الكل. كذلك ما النسبة المئوية في هذا السؤال؟ رائع، 175%. هل هذه النسبة أكبر أم أصغر من 100%؟ رائع، أنها أكبر من 100%. السؤال الآن، ماذا يمثل المطلوب من قيم مسألة النسبة المئوية؟ رائع، أنه يمثل الجزء. الآن دورك يا عزيزي، أوقف الفيديو وقم بحل السؤال ثم تحقق من صحة الحل معنا. أهلا بكم مجددا. تعلمون أن P over 100 تساوي الجزء على الكل، وبعد أن نقوم بالتعويض في هذه المسألة نحصل على 175 over 100 equal الجزء over 40. ولإيجاد قيمة الجزء تعلمون أننا نقوم بحل التناسب بضرب الطرفين في العدد 40. ولكن كما تعلمون يا أعزائي الطلاب أنه يمكننا أن نقوم بإجراء بعض الاختصارات، لذلك تصبح المسألة الجزء يساوي 175 times 40 over 100، وعند إجراء عملية الضرب نحصل على 7000 over 100. وبعد عملية الاختصار أو القسمة يكون الجزء equal 70. إذن المبلغ الذي أودعه يوسف في حسابه في شهر إبريل هو 70 قطر ريال. أما الآن اسمحوا لي أن أنتقل برفقتكم إلى المحطة الثالثة في رحلتنا هذا اليوم، الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، تمثيل واستعمال المعادلة المئوية، في صفحة 169. تعلم عزيز الطالب أنه يمكنك استعمال المعادلة المئوية لحل مسائل النسبة المئوية. كذلك تعلم عزيز الطالب أن المعادلة المئوية هي الجزء يساوي النسبة المئوية ضرب الكل. أيضا يمكنك أن تعوض باثنتين من القيم الثلاث لإيجاد القيمة المجهولة. إليكم هذا التدريب في صفحة 169. في المدرسة 45 طالبا يمارسون الرياضة. يمارس 18 من هؤلاء الطلاب رياضة كرة القدم. المطلوب منك عزيز الطالب ما النسبة المئوية التي تمثل عدد الطلاب الذين يمارسون كرة القدم؟ السؤال الأول، كم عدد طلاب المدرسة؟ رائع، أنه 45 طالبا. السؤال الثاني، كم عدد الطلاب الذين يمارسون كرة القدم؟ أحسنتم، أنه 18 طالبا. أيضا ما هو الكل؟ رائع، 45. ما هو الجزء؟ أحسنتم، 18. والآن جاء دوركم، أوقف الفيديو ثم قم بإيجاد النسبة المئوية للطلاب الذين يمارسون كرة القدم. شكرا لكم، تحققوا من حلولكم معنا يا أعزاء. تذكرون أنه يمكننا تمثيل المعادلة المئوية باستعمال مخطط الأشرطة كما هو موضح هنا. الكل في هذه المسألة هو 45 والجزء هو 18، والنسبة المئوية نعم هي ما نريد إيجاده. أحسنتم، نقوم بالتعويض في المعادلة لنحصل على الجزء ويساوي 18 equal النسبة المئوية B التي نريد إيجادها times الكل وهو 45. كذلك يا أعزاء يمكننا استعمال العمليات العكسية لإيجاد قيمة B، والعمليات العكسية للضرب هي عملية القسمة. نقوم بقسمة طرفي المعادلة على العدد 45. 45 over 45 equal 1. أما في الطرف الثاني فيوجد الكسر الاعتيادي 18 over 45، ولإيجاد قيمة B نقوم بإجراء عملية القسمة. 18 divide 45 equal 2 over 5، حوله لكسر عشري لنحصل على 0.4. إذن P equal 0.4. لكن لا تنسى أنه يمكنك أن تعبر عن الكسر العشري في صورة نسبة مئوية عن طريق الضرب في العدد 100 وإضافة رمز النسبة المئوية. إذن النسبة المئوية التي تمثل عدد الطلاب الذين يمارسون كرة القدم هي
40%. نبقى في نفس الصفحة 169 لكن إلى المحطة الرابعة، حل مسائل التغير المئوي والنسبة المئوية للخطأ. يمكن أن يكون التغير المئوي ازدياداً أو نقصاناً. كذلك يمكنك استعمال معادلة لإيجاد التغير المئوي. مقدار التغير يساوي النسبة المئوية للخطأ ضرب المقدار الأصلي. كذلك تعلم أن النسبة المئوية للخطأ هي دائماً قيمة غير سالبة. يمكنك استعمال معادلة لإيجاد النسبة المئوية للخطأ. إليكم هذا التدريب. في بداية الأسبوع الماضي قدرت جميلة أنها ستقرأ 250 صفحة في الأسبوع. قرأت 290 صفحة في الأسبوع الماضي. المطلوب منك عزيز الطالب، ما النسبة المئوية للخطأ في تقدير جميلة؟ قرب إلى أقرب نسبة مئوية كلية. إليكم بعض الأسئلة لفهم معطيات السؤال. ما العدد الفعلي للصفحات التي قرأتها جميلة الأسبوع الماضي؟ رائع، إنها 290 صفحة. أيضا، ما عدد الصفحات التي قدرت أنها ستقرأه في الأسبوع الماضي؟ رائع، إنها 250. أيضا، ما الفرق بين عدد الصفحات الفعلية التي قرأتها جميلة والعدد الذي قدرته؟ رائع، إنه 290-250=40 صفحة. أيضا، ما هو الكل في هذا السؤال؟ رائع، إنه العدد الفعلي 290. ما العدد الذي يمثل الجزء؟ أحسنتم، أنه الفرق في عدد الصفحات وهو 40. الآن أوقف الفيديو عزيزي الطالب وقم بحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك معنا. شكرا للمحاولة. تذكروا يا أعزاء أنه يمكننا استعمال المعادلة المئوية لإيجاد النسبة المئوية للخطأ. لتصبح المعادلة، الفرق في عدد الصفحات يساوي النسبة المئوية للخطأ ضرب القيمة الفعلية. نقوم بالتعويض في هذه المعادلة. الفرق في عدد الصفحات هو 40 = النسبة المئوية للخطأ، وهي التي نريد إيجادها، وهي B times القيمة الفعلية، وهو العدد الفعلي للصفحات 290. لكن تذكروا يا أعزاء أنه يمكننا استعمال العملية العكسية للضرب، وهي القسمة. نقوم بقسمة الطرفين على عدد 290 over 290 equal 1. أما الكسر الاعتيادي 40 over 290، فإننا نقوم بإجراء عملية القسمة لإيجاد قيمة B لتصبح 40 divided 290 equal 4 over 29. عند تحويلها لكسر عشري تصبح B تقريبا تساوي 0.1379. لا تنسى عزيز الطالب أنه يمكنك أن تعبر عن الكسر العشري في صورة نسبة مئوية عن طريق الضرب في العدد 100 وإضافة رمز النسبة المئوية. إذن النسبة المئوية للخطأ في تقدير جميلة 40% تقريبا. اسمحوا لي أعزائي الطلاب أن أنتقل بكم إلى المحطة الخامسة في درسنا اليوم، في صفحة 170، حل مسائل هامش الربح والحسم. يمكنك عزيز الطالب استعمال المعادلة المئوية لحل مسائل عن هامش الربح أو الحسم. هامش الربح يساوي النسبة المئوية لهامش الربح ضرب المقدار الأصلي. كذلك الحسم يساوي النسبة المئوية للحسم ضرب السعر الأصلي. إليكم هذا التدريب. اشترى فارس سيارة مستعملة بسعر 7200 قطريات ويريد بيعها في مزاد السيارات المستعملة. المطلوب منك ما سعر السيارة بعد هامش ربح نسبته 15%. كما تعودنا سنسأل بعض الأسئلة لفهم معطيات السؤال. السؤال الأول، ما السعر الأصلي للسيارة؟ رائع، أنه 7200. السؤال الثاني، ما نسبة هامش الربح؟ رائع، إنها 15%. أوقف الفيديو عزيز الطالب وقم بحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك معنا. شكرا للمحاولة. لاحظوا أعزائي الطلاب أن هامش الربح يساوي النسبة المئوية لهامش الربح ضرب المقدار الأصلي. نقوم بالتعويض المعادلة. هامش الربح يساوي النسبة المئوية وهي 15% ضرب القيمة الأصلية وهي 7200. لكنكم تعلمون يا أعزاء أنه يجب علينا أن نقوم بتحويل النسبة المئوية إلى كسر عشري لإجراء عملية الضرب لتصبح 0.15 times 7200. وبعد إجراء عملية الضرب نحصل على 1080. لكن لا تنسى عزيز الطالب، لإيجاد سعر السيارة الجديد نجمع هامش الربح مع السعر الأصلي للسيارة ليصبح سعر السيارة الجديد يساوي سعر السيارة الأصلي زائد هامش الربح. وعند التعويض في المعادلة نحصل على 7200 plus 1080. بعد إجراء عملية الجمع نحصل على 8280. إذن سعر السيارة الجديد هو 8280 قطري ريال. اسمحوا لي يا أعزاء أن أبقى في نفس الصفحة 170 لكن لأنتقل بكم إلى المحطة الأخيرة في درسنا إلى هذا اليوم، وهو الدرس السادس من الوحدة الثالثة، حل مسائل الفائدة البسيطة. فكر في 4 كميات عند حل مسائل تتضمن الفائدة البسيطة، وهي المبلغ الأصلي P ونسبة الفائدة R والزمن T ومبلغ الفائدة
أي اسمحوا لي أعزائي الطلاب أن أقدم لكم هذه المسألة. أودع خالد 700 قطري ريال في حساب شهادة إيداع يحصل منه على فائدة نسبتها 1.8% سنويا. ما مبلغ الفائدة بعد مرور 6 سنوات؟ إليكم بعض الأسئلة كما تعودنا. ما المبلغ الأصلي الذي أودعه خالد؟ رائع أنه 700. أيضا ما النسبة المئوية للفائدة؟ رائع أنها 1.8%. كذلك ما الزمن في هذا السؤال؟ أحسنتم 6 سنوات. أيضا ما المطلوب إيجاده؟ رائع مبلغ الفائدة. أوقف الفيديو عزيز الطالب وقم بحل السؤال ثم تحقق معنا من صحة ما توصلت إليه. أهلا بكم مجددا يا أعزائي. أولا أحسب مبلغ الفائدة في السنة الواحدة، ويمكنني القيام بذلك كالتالي: مبلغ الفائدة يساوي نسبة الفائدة ضرب المبلغ الأصلي. مبلغ الفائدة وهو المجهول الذي نريد إيجاده يساوي نسبة الفائدة وهي 1.8%، لكن لتحويلها إلى كسر عشري نقوم بإجراء التالي: 100.8% equal 100.8/100 وهي تساوي 0.018. إذن يصبح مبلغ الفائدة يساوي 0.018 times المبلغ الأصلي وهو 700. نقوم بإجراء عملية الضرب لنحصل على أن مبلغ الفائدة في السنة الواحدة هو 12.6. الخطوة الثانية: أضرب مبلغ الفائدة في 6 لتحصل على مبلغ الفائدة البسيطة بعد 6 سنوات. إذن إجمالي الفائدة بعد 6 سنوات يساوي 12.6 times 6 ويساوي 75.6. إذن مبلغ الفائدة بعد مرور 6 سنوات هو 75.6 قطري ريال. دائما الأوقات الجميلة تنتهي برفقتكم سريعا أعزائي الطلاب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من رحلتنا هذا اليوم. لكم مني أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.